ينضم إلينا من مدينة أوتاوا بكندا زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. سي زهير، أهلا بك معنا في هذه التغطية. وأبدأ من الجملة التي انتهى بها التقرير: الأطفال في غزة تولد لكي تموت. يعني كيف يمكن لهذه المشاهد المتكررة التي نشاهدها كل يوم في غزة أن تؤثر على الشارع السياسي في كندا، ونحن نرى أن كندا متماهية كأمريكا وكفرنسا وكذلك بريطانيا مع الموقف الإسرائيلي باستهداف الكل في الكل؟ أخ رعد، لقد أوجع قلبي تقريركم الإنساني الذي كان على الشاشة قبل قليل، لدرجة أنني لا أستطيع أن أتماسك حقيقة، خاصة أن أطفال غزة هم بالفعل يولدون لكي يموتون أحياء، يولدون في غزة ويموتون لأنهم غزاويون، وحتى لو خرجوا في الخارج يموتون أيضا حسرة على أهلهم وأحبائهم وأقاربهم أمام هذا الصلف وهذه العدوانية وهذه البلادة السياسية التي يرونها من قادة بلادهم في الخارج، والتي لا تهتز لهم جفن على هؤلاء الأطفال الذين يموتون وكأنهم لا يوجد فيهم روح الإنسان. هذه الدول حقيقة تدعي الإنسانية، ولكن في هذه الحرب كل شيء سقط، كل الأقنعة، كل شيء سقط، ولم يعد هناك ثقة أو مصداقية لدينا بأن هذه الديمقراطيات التي تنحاز جهارا نهارا وعلنا وبهذه الطريقة الفاضحة لهذا العدوان الهمجي الكبير، هذا العدوان الهمجي الوحشي الذي لا يمكن لعاقل أو إنسان شريف أو إنسان لديه ضمير أن يتغافل عن هذه الدماء الطاهرة والزكية لهؤلاء الأطفال الذين يموتون ضحايا بهذا الشكل المدمر. يمتزج مع صوت إجابتك أصوات الرصاص والقصف مباشرة، يعني وأنت تتحدث عن الأطفال وموت الأطفال والمشاهد القاسية التي نراها ويراها العالم على الهواء مباشرة من أطفال ومن أمهات ومن مدنيين ومن قصف يستهدف مستشفيات، مساجد ومدارس، ما زال هناك استمرار في الارتفاع في وتيرة القصف. كيف تفسر هذه الاستراتيجية التدميرية لدى جيش الاحتلال لاستهداف الأطفال وتزايد حدة هذا القصف حتى الآن؟ هذا الاحتلال طالما لم يجد أمامه أو في طريقه من يلجمه أو يستجدي منه هدنة إنسانية بالساعات، دول عظمى تستجدي ساعات لتكون هدنة إنسانية من احتلال همجي يمارس هذا القتل وهذه الوحشية بحق أطفال، ماذا تتوقعين من هذا الاحتلال؟ هل تتوقعين منه أنه يتعامل مع هذه في هذه الحرب بإنسانية؟ وهل هي إنسانية؟ هل هذا المصطلح صحيح؟ لأنه البعض يرى أنها إذا تحققت هذه الهدنة هي ستكون لها أهداف أخرى. هذه الهدنة ليست هدنة، هذه فضيحة حقيقة. عندما يقول رئيس أكبر دولة في العالم بأن هذه الهدنة فقط لتحديد مسارات آمنة لدفع الناس باتجاه تأخذ هذا السير فقط للهروب من الموت من خلال هذه الطرق الآمنة خلال ساعات الهدنة، هل هذه هدنة إنسانية؟ هل هذه هدنة إنسانية؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا معقول أن تقوم هدنة إنسانية تستجدى بهذا الشكل
المذل والمهين من دولة احتلال بهذا الشكل الهمجي، تقوم بهذا القتل وبهذه الطريقة البربرية اتجاه مواطنين أبرياء وآمنين. ما الذي يهدفون إليه؟ يقولون بأنهم لا يريدون في قطاع غزة أي مواطن فلسطيني، يريدون غزة فارغة، يريدون غزة التي وصف قادة الاحتلال بأن غزة يسكنها حيوانات، يريدون أن يطردوا هؤلاء الحيوانات، يريدون أن يطردوا هؤلاء الحيوانات. نعم. لم يعد للإنسان الطبيعي حقيقة أن يتحمل هذه المشاهد المدمرة للأطفال بهذا الشكل. من هو القائد الذي ينام على سريره ويرى هؤلاء الأطفال آمنا على سريره ويرى هؤلاء الأطفال بهذا الشكل يموتون أجنة وأطفالا صغار ويصمت؟ نعم. نعم. كيف هذا يحصل؟ نعم سيد زهير، لو عدنا الآن إلى تصريح الدكتور أشرف القدرة بأن المستشفيات، أن هنالك 8 مستشفيات خرجت عن الخدمة نهائيا، مستشفى الأطفال وغيرها من المستشفيات في شمالي القطاع، وأن المجمع الشفاء أمامه كما قال 36 ساعة أو 36 ساعة للخروج أيضا عن الخدمة وتوقف الخدمات، هذا الإعلان ما تأثيره على الوسط الغربي الديمقراطي؟ وهل هنالك من تحرك تتوقع بعد هذا الإعلان، يعني إن كان أمميا أو غربيا، باتجاه توفير المستلزمات الطبية والوقود إلى القطاع الأهم وهو القطاع الصحي الآن؟ العالم اليوم يصرخ ولكن على استحياء وخجل وبطريقة استجداء، وكأنه لا حيلة له ولا قوة بأن يفرض هذه الأمور وإدخال هذه المساعدات على هذا المحتل بقوة بالأمر، كما يفعل في دول أخرى أو كما يفعل في حروب أخرى أو كما يفعل في أحداث أخرى. ولكن للأسف الشديد ما يقوم به العالم الغربي اليوم هو صمت، تواطؤ. ما الذي بإمكانه أن يقوم بفعله وهو يستجدي أن يدخل المساعدات؟ ما الأهداف السياسية لكل حرب أهداف أو 200؟ كما تعلم سيد زهير، ما الأهداف السياسية من وراء دعم أمريكي إلى هذا الحد؟ نحن نتحدث عن دخلنا في الشهر الثاني، وهناك بالطبع أهداف كثيرة، ربما أيضا أهداف داخلية للولايات المتحدة، وأيضا أهداف بشكل عام متعلقة بموازين القوى العالمية. برأيك ما هذه الأهداف؟ بالتأكيد يعني هناك الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي أو الابن المدلل لها في المنطقة للحفاظ على مصالحها، وهذا شيء معروف. وأيضا لا تنسي أن اللوبي اليهودي في أمريكا لوبي ضاغط وقوي، وبالتالي الإدارة الأمريكية تحتاج أصوات الناخبين اليهود في الانتخابات، وبالتالي لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تتنازل أو أن تنتقد إسرائيل انتقادا مباشرا أو تتخلى عن مساندة إسرائيل. هذا أمر طبيعي. أيضا لا تنسي أن إسرائيل عمليا تمثل لأمريكا، هي حلقة التوازن والقوة الأساسية المركزية في المنطقة لعمل توازن لقوتها أمام أي قوة أخرى طامعة في صراع المنطقة أو التدخل في المنطقة مثل الصين وروسيا. وبالتالي بالتأكيد قوة إسرائيل بالنسبة لأمريكا أساسية أمام، يعني أمريكا لن تقبل بأن إسرائيل تسقط أو أن تنهزم في هذه الحرب أو غيرها. الآن سيد زهير، هنالك أكثر من 20,000 نازح في اليومين الفائتين وفق التصريحات الأممية وما إلى ذلك، من شمال القطاع إلى جنوبه. هذا 20,000 طبعا يضاف إلى 700,000 سابقا كما قالت الأونروا، هم يقطنون الآن 150 مدرسة تابعة للأونروا. هذا الضغط الكبير من النازحين من الشمال إلى الجنوب، وهذا الملف الإنساني المفتوح، لماذا لا نرى له أي تأثير على الأرض لإيقاف هذه الحرب ولو بشكل هدنة إنسانية حقيقية؟
لأنه الجميع عمليا يريد أن يضغط على الجانب الفلسطيني أو على الفصائل الفلسطينية لتحقيق هدف موضوع اللي هو الرهائن، إخراج الرهائن. طبعا إخراج الرهائن بالطريقة التي تريدها إسرائيل هي لحطم وجه إسرائيل بعد أن حقيقة فقط للتذكير سيد زهير، يعني ونحن نستمع نعم. معك الآن المواجهات تستمر ومستعرة ربما في مدينة غزة وسط القطاع، لأن الكاميرا قريبة من هذه المنطقة والانفجارات متواصلة، وكانت أصوات الأسلحة الخفيفة، وأيضا نشهد الآن في هذه الصورة هذا غلاف غزة شمالي القطاع، هذه الصورة تقريبا من عسقلان تأتينا، ونفس هذه العمارات كنا نشهدها من قبل أسبوعين كانت يعني بكامل حلتها، والآن نشهدها هي دمار متكامل. يعني لو عدنا لإجابة حضرتك، لماذا لا يضغط الملف الإنساني وملف الدمار الذي نشاهده، وبالتأكيد الغرب يشاهد هذه الصور، هذا الدمار له كلفة إن كان إنسانيا أو إن كان على المستوى المادي، كلفة كبيرة، كلفة بشرية وكلفة مادية، لماذا لا تضغط هذه الصور وهذا الواقع الإنساني على الغرب لإيقاف هذه الحرب أو الهدنة الإنسانية الحقيقية وليست هدن الفرار كما يسميها لا بعض. يعنيهم هذا الأمر لا يعنيهم هذا الأمر، ما يعنيهم هو إعادة الهيبة لإسرائيل بعد ما حصل يوم 7 أكتوبر، وبالتالي يريدون أن يخرجوا جميع الرهائن أولا، ومن ثم كل ما يحصل من تدمير هو عملية استباقية لتسطيح عملية الأرض، ومن ثم تجهيز الأمر لدخول حرب برية شاملة، لربما يكون في هناك مشاركات إلى جانب إسرائيل للقضاء على الفصائل الفلسطينية كاملة، وبالتالي تجهيز القطاع ليكون خاليا من السلاح بالكامل، وبالتالي تابعا أمنيا وحتى سياسيا بالكامل بما سيملى عليه في المرحلة القادمة إن تم حسم هذه المعركة لصالح إسرائيل. قبل الخوض في هذه النقطة بتفاصيل، إذا عدنا للدور الفرنسي، يعني هناك خطوات وزيارات كانت متعددة لماكرون، وبالأمس شاهدنا مؤتمر باريس، كيف تقيم الدور الفرنسي ومدى تأثيره على المشهد الآن؟ الدور الفرنسي الآن يحاول أن يستبق بعض الأمور ويلعب دورا هاما من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، أو حتى يكون ضاغطا على الجانب الإسرائيلي لعدم تغيير الوضع الديموغرافي أو الوضع الموجود على الأرض، وتهجير أبناء قطاع غزة تهجيرا قسريا، ومن ثم خلق مشكلة جديدة. وطبعا فرنسا تتعامل مع هذا الأمر من رؤيتها وفي إطار مصالحها الخاصة في المنطقة، وتريد أن تحافظ على نفوذها وعلاقاتها مع الجانب العربي ومصالحها مع الجانب العربي، وبالتالي هي تتعاطى من هذا الجانب إلى جانب أن تقدم الحكومة الفرنسية لشعبها أنها تتعاطى مع الجانب الإنساني في هذه المعركة، خاصة أو في هذه الحرب، خاصة بأن في هناك ضغط داخل فرنسا على أنه لا بد أن يكون هناك موقفا حادا اتجاه هذه العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال. حديث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية في مؤتمر باريس لدعم غزة اقتصاديا وما إلى ذلك، تحدث شتية بأن لا يمكن الحديث الآن عن إسناد القطاع دون الحديث عن وقف إطلاق النار، وكذلك دون الحديث عن إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة بالإضافة إلى الوقود، وكذلك تحدث المسؤولون الأمميون حول الدمار الذي يشهده القطاع وآلة القتل التي تقوم بها إسرائيل. لماذا لم يلقى هذا الحديث أي أذن مصغية إن كان داخل المؤتمر
أو في الأروقة السياسية الكبرى الأخرى؟ لأن الجميع هناك هدف واضح لهم، أولاً يريدون أن يقضوا على الوضع القائم المقاوم في قطاع غزة كاملاً أولاً، ومن ثم يلتفتوا إلى الأمور اللاحقة فيما يتعلق بالوضع المساعدات الإنسانية المفتوحة والإعمار وما شابه ذلك. لكن الجميع يعرف الآن أن هناك تواطؤاً غربياً واضحاً مع إسرائيل، وكل ما تريده إسرائيل هو الذي سينفذ، ما ترضى عنه إسرائيل سيتساوق معه الغرب، وما لا تقبل به إسرائيل لن ينفذ على الأرض. لكن البعض يرى أن هناك بعض التباين، أو إن صح التعبير يصل إلى حد الاختلاف في التصريحات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. كيف رأيت أيضاً هذه التصريحات مؤخراً، سواء كانت من بلينكين أو بايدن، وعلى الناحية الإسرائيلية من نتنياهو؟ على ما يبدو أن في هناك خلافات واضحة ما بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إدارة هذه الحرب، خاصة أن هناك انتقادات كبيرة للإدارة الأمريكية من داخل أمريكا، حتى من داخل أعضاء الحزب الديمقراطي والمناصرين للحزب الديمقراطي. ولا تنسينا أيضا أن هناك انتخابات قادمة، وبالتالي الإدارة الأمريكية بحاجة إلى عدم التعرض إلى انتقادات حادة وخسارة أصوات الكثير من الذين يرفضون هذه الحرب وأداء الأداء المفتوح أو الدعم المفتوح من إدارة بايدن لإسرائيل. وبالتالي بدأت حقيقة إدارة بايدن أن تخفف من بعض الدعم المباشر أو الطريقة المباشرة في دعمها إلى إسرائيل، وبدأت توجه بعض الانتقادات وتطالب إسرائيل بالانصياع إلى القانون الإنساني الدولي. ولكن ما نراه على الأرض أن هناك استجداء حقيقة أمريكيا لتحقيق هدنة 4 ساعات، تلاعب بالتصريحات تقصد؟ يعني تلاعب بالتصريحات فقط لا غير. وفي الحقيقة نجد أن يعني ينطبق المثل القائل: أسمعك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. طيب يعني سيد زهير، الآن عندما نتحدث عن التصريحات وما إلى ذلك، المواقف، هنالك مواقف عربية صارمة إن صح التعبير، الموقف الأردني، الموقف المصري بخصوص حل الدولتين، وكذلك عدم التهجير والمنادات بوقف إطلاق النار بشكل متواصل، بالإضافة إلى استمرار الوساطات من أجل ذلك. لماذا لا ترى أن هنالك استجابة واضحة أو صريحة أو سريعة أو حتى جزئية من الجانب الإسرائيلي لهذه المواقف، وبالتالي هذا سيؤثر حتى على طبيعة العلاقة وفق المراقبين بين إسرائيل وتلك الدول في المستقبل؟ يعني هذا وارد أن يكون هناك إعطاء فسحة من أو مجال لهذه الدول لكي تستطيع أن تفعل شيء اتجاه ما تريده إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بملف الرهائن وأيضا كسب ماء الوجه من جديد. إسرائيل حقيقة في حالة تعيش حالة إهانة وتخبط، إسرائيل تعيش حالة هزيمة داخلية، هزيمة نفسية. وبالتالي هذا الوضع الذي ترونه ما هو إلا حالة من التخبط لمحاولة تحقيق انتصار يعيد لها هيبتها على الأرض. وبالتالي هذا وارد أن تستنجد في مصر وتستنجد في الأردن، ولكن كلا الدولتين. لا يبدو أن سؤالي لم يصل لك بشكل جيد. أقصد أن إسرائيل لماذا لا ترعوي أو ترجع إلى صوت
العقل والحكمة الذي تطالب بها مصر ويطالب بها الأردن، وكذلك حتى التصريحات المصرية التي لامت وكذلك الأردنية لامت بشكل كبير إسرائيل بأنها هي السبب في ما حدث في 7 أكتوبر. لماذا لا ترعوي هذه القيادات على الأقل من أجل طبيعة العلاقات المستقبلية مع هذه الدول وهي دول جوار؟ أنا كنت سأكمل إجابتي في هذا السياق، ولكن أيضا يجب أن تدرك أن إسرائيل لا تنظر كثيرا لعلاقاتها مع هذه الدول أو حتى أي دول أخرى في العالم، كونها لا تنظر لعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا بفوقية، حيث أن الرئيس الأمريكي بنفسه اليوم قال بأن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولا يملي عليها أحد أي قرارات، وبالتالي كيف ستستطيع القاهرة وعمان أن يؤثر على إسرائيل وهي في هذه العنجهية، علما بأن الموقف المصري العروبي طبعا مع أن كل الدول بظهرها طبعا وهي تعتمد على ذلك أيضا الدول الغربية طبعا بالتأكيد، ولكن لا ننسى أن الموقف المصري القومي العروبي والموقف الأردني أيضا العروبي يدركان جيدا خطورة ما يحصل في الأراضي المحتلة، ويدركان أيضا نوايا إسرائيل الخبيثة التي تريد أن تهجر الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو سواء في الضفة من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي كما تعلم أن الضفة الغربية تمثل جزءا من الأمن القومي الأردني، وقطاع غزة يمثل جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري، وبالتالي مصر والأردن استكمل هذه الجملة يدركان جيدا بأنه لا يمكن أن يقبل بما تريده إسرائيل، ينصحان إسرائيل فعلا وربما بالصدق أن لا تذهب بعيدا في حربها يعني اتجاه الفلسطينيين وتهجيرهم، لأن الفلسطينيين خلقوا ليعيشوا وليكونوا وليس ليذوبوا وينتهوا. سيد زهير، الموقف المصري واضح ومعلن وثابت ليس فقط منذ اندلاع هذه الحرب، ولكن منذ سنوات هو موقف واضح وثابت، وأيضا الآن يعمل بالتوازي سياسيا وإنسانيا لعدم تصفية القضية وللوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. نعم. أنت فلسطيني بكندا، إذن نعم. كيف ترى أهمية الضغط الشعبي والضغط داخل الدول الغربية من أجل أن تحرك ولو ساكنا أو تحرك الحكومات، وذلك من خلال عدة أمور كيف تراها، كيف يكون هناك دور للشارع في الدول الأوروبية ليحرك ساكن الجاليات العربية والجاليات الفلسطينية ومناصريهم من الجاليات الأخرى والمواطنين الكنديين أصحاب الضمائر الحية، حقيقة استطاعوا أن يؤثروا في المواقف في الموقف الكندي، وبدأ الموقف الكندي أكثر هدوءا بانحيازه لإسرائيل من قبل، وبالتالي بدأت الحكومة الكندية تتواصل مع جميع الشرائح العربية أو شرائح المجتمع الكندي التي لها وجهة نظر اتجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية لتستمع إليها وتستمع إلى نصائحها حتى تبلور موقفا أكثر توازنا مما قبل. حقيقة في البداية كان رئيس الوزراء الكندي يتخذ موقفا مندفعا وموقفا غريبا وموقفا صادما للشارع الكندي والشارع والجاليات العربية والفلسطينية في كندا، ولكنه بدأ يدرك بأن ما يفعله غير متوازن وبأن ما يفعله يحتاج إلى توازن أكثر، وهذا ما بدأنا نلاحظه. يعني هل غير مواقفه؟ لم يغير، ولكن أصبح باتجاه أكثر توازنا في نعم. حديثه إعلاميا
وحتى بتقديم المساعدات كما تعلمون أنه أعلن عن 10 مليون دولار في البداية لمساعدة قطاع غزة وما حولها وأيضا للمناطق التي حولها، وبعد ذلك أعلن عن 50 مليون دولار، واليوم أيضا يتابع يتخذ أو يعلن عن ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني وهذا ربما ما يعلنه ويعلنه كل القادة الغربيين مع استمرار القصف. أنا أقول لك بوضوح، نعم بالتأكيد، هناك نفاق بالتأكيد. سياسي كنت أتمنى أسمعك أكثر سيد زهير. نعم أعتذر منك فقط لضيق الوقت. السيد زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني من كندا، شكرا جزيلا لك.